دولة قائمة، إسرائيل قائمة، وأنت بدك تغمض مثل المعارضة. لا السنية. مش قائمة، كيف قائمة؟ قائمة ونص. دولة غير شرعية ولا وجود لها. أنت حر بالنسبة لك، ضد القانون الدولي. بالنسبة لك أنت حر، أنت تروج لهذه الدولة. هي غير قائمة بالنسبة لك. من هنا أتى الإرهاب. العرب حاولوا يفرضوا، مو كلامي هذا، أنا باحث تاريخي. العرب من 48 حاولوا يثبتوا شيء أو يفرضوا شيء بالقوة على الأرض، بقوة السلاح وبالكثرة، غير إرادة المجتمع الدولي لإرتقاء تقسيم فلسطين. الإسرائيليين وافقوا تقسيم على الثاني، عملوا يعني يا اخي لحد الان كذب كل ما يشاع وكذب كل ما انت تستند عليه انه اسرائيل توسع عنصريه. مين اخطر يعني، مين اخطر على المنطقه؟ طبعا ايران. اسرائيل هلا عم تبني اسوار، بدها تتركونا بحالنا.